أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تباين بمؤشراتها الرئيسية وسط مبيعات للمستثمرين المصريين والأجانب، قبلتها مشتريات للعرب، وسجل رأس المال السوقي مستوى 760 مليار و400 مليون جنيه وسط تداولات بلغت نحو 5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 11823 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2195 نقطة. صعد أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3225 نقطة. وللمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا بينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال الأستاذ أحمد سعد. يعني في البداية أهلا بحضرتك، وكيف ترى أداء البورصة خلال اليوم؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحقيقة السوق النهاردة منفذ ب 4 مليار و 977 مليون، 4 مليار و 200 مليون سندات و 713 مليون أسهم. طبعا السوق النهاردة قدر يحافظ على نقطة 11800، دي نقطة دعم مهمة جدا. استقراره في 11800 يؤهله مره اخرى للصعود والاختبار على نقطه مقاومه مهمه جدا، مقاومه تاريخيه 12000 نقطه، جاي ان شاء الله الصعود ل 12600. بالنسبه للمؤشر ال 70 طبعا حفاظه على 2150 يؤهله مره اخرى للصعود ل 12350 واختبار مره اخرى ل 12650. طبعا اهم القطاعات النهارده كان قطاع البنوك منفذ بحوالي 148 مليون، حوالي 21% من تنزيلات السوق. يلي قطاع العقارات، يلي قطاع الرعايه الصحيه، يلي قطاع الخدمات الماليه، يلي قطاع الاتصالات الاعلاميه. ايضا لو تحدثنا استاذ احمد عن ابرز القطاعات الرابحه خلال التعاملات اليوم، وايضا اسباب الصعود من وجهه نظرك، وايضا القطاعات التي تم التراجع فيها. هو الحقيقه النهارده طبعا بفضل مشتريات المؤسسات المصريه والعرب والافراد المصريين طبعا السوق قدر يتماسك ويحافظ على نقطه 11800. ولكن النهارده في احدث الاخبار النهارده طبعا عندنا اعلان عن كتابين سهمين جداد، شركه نهر الخير اللي هتنزل في القطاع الزراعي، وشركه ماكرو الادويه ان شاء الله نازله الربع ده كما اعلن رئيس البورصه. يعني اهم الاخبار النهارده شركه رميده طبعا اللي اعلنت ان هي هتبدا تصنع العقار الفيروسات، ودي شركه مصريه ودي اول عقار مصري يبقى موجود، وده خبر ايجابي جدا بالنسبه للاحداث العالميه، يعني ان الشركه المصريه تبدا تصنع الفيروس او مضاد للفيروس. استاذ احمد سعد خبير اسواق المال كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.